بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نتعلم الجيت أريز. إيش فكرة الجيت أريز؟ الفكرة منها بكل بساطة هي عمل اختصارات لأوامر الجيت. خلنا أعطي مثال عشان تكون الفكرة واضحة. في عندنا مشروع اسمه تيست، في داخله ملفات، وأنشأنا كمان الجيت. خليني أتأكد، هاي في عندي هسه هون الجيت ستاتوس، حكى لي هون إنه في عندي ملف جديد اسمه node.txt. هل بقدر أختصر هذا الأمر؟ أحكي لك آه. طيب كيف؟ get configuration، نكتب alias .st، بعدين بكتب كلمة status. شو معنى السطر هذا؟ إذا كتبت get st معناتها get status. خليني أسوي enter، خليني أتأكد، هاي get st بالضبط، هيها اشتغلت. لكن في نقطة مهمة هون، هذا الكونفيجريشن فقط بيصير داخل مشروعك. إذا مثلا انشأت مشروع جديد وأضفت الجيت، مش راح تلاقي إنه جيت أستي شغالة، إنه هي فقط لوكال. متأكد راح تحكي لي طب كيف بدي أخليها جلوبال؟ إيش يعني جلوبال؟ إنه يكون أي مشروع أنشئه وأضيف داخله الجيت يكون دائما الجيت أستي شغالة. هون بدنا نسوي كونفيجريشن جديدة، جيت كونفيج دبل داش global alias dot branch اختصار br، واكتب هون كلمة branch، اسوي enter. طب شو اللي سويته انا؟ حكيت انه نعمل احنا اختصار لكلمة branch، لكن بدي اخليها global. ايش يعني global؟ على اي مشروع يتم انشاءه وانشئ داخله get، مباشرة راح يشتغل معاي ال get br، يعني get branch. طب هسه انا ما في عندي ولا اي برانش، بحكي لك اه ما في عندنا ولا اي برانش. متاكد راح تحكي لي ان انت في عندك برانش اسمه ماستر، بس هم بدي احكي لك انه مشروعنا جديد ولسه احنا مش عاملين كومنت. بعد ما اسوي الكومنت حيتفعل البرانش بشكل كامل. تعال نسوي جيت اد. هسه شو راح نسوي؟ راح نعمل جيت كومنت. خلينا نظبط الكومنت، نعمل له اختصار، نعمل جيت كونفيج دبل داش جلوبال alias dot co يعني comment، فكله هنا comment، هاي اختصار comment. خلينا نجرب، هاي get co dash m، بحكي له هنا في عندك add node dot text، هاي enter بالضبط وهي اشتغلت. مرة ثانية خلينا اكتب هسا get branch br، حكينا انه في عندك master. هاي معلومة جديدة إنه البرانشين ماستر ما بيشتغل معك إلا ما تضيف أول كومنت على المشروع. خلينا هسا مع بعض نشوف الملف اللي أنا بضيف عليه الالياس. خلينا نستخدم نانو، بعدين تلدا، إشارة تلدا، forward slash dot get configuration. ممتاز، وراني الملف الخاص بالجلوبال، مش لوكال، جلوبال. إيش يعني جلوبال؟ على كل المشاريع. حكى إنه في عندك يوزر، هاي اسم اليوزر نيم وهي الايميل، وفي عندك alias br معناتها branch، co معناتها comment، وبتقدر تضيف اي اشي بدك اياه من هون. كيف يعني؟ مثلا خلينا نعمل اختصار، بدي اضيف اي ملف بدي احكي له مثلا add بهذا الشكل. طب ايش معناتها؟ معناتها add dot. معنى كلامي اذا سويت get ad معناته راح يضيف لكل الملفات داخل المشروع. كنترول اكس، بعدين حرف الواي يعني يس، بعدين انتر. وكمان بتقدر تعدل على ملف اللوكال، نانو دوت جيت فورورد سلاش كونفيج، هاي انتر. في عندنا اشياء متعلقه في الكور ما بتهمنا، لكن بتهمنا الالياس. الاستي لما نشأناها اول مره كانت شو مالها؟ كانت لوكال صح؟ فبتقدر تضيف اشياء لوكال فقط للمشروع، أو ممكن تمسح الأريز، إحنا مش بحاجة إلها. كنترول إكس، واي، إنتر. خلينا نسوي ملخص سريع. فكرة الجيت أريز هي بتعمل اختصارات للأوامر الجيت. ما في إشي ستاندر، كل شخص هو بيعمل اختصار اللي بيناسبه. أتمنى كانت أفكارنا واضحة، ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة، ويعطيكم العافية.